مش ضروري تطلعي، بيجيك كل اشي عندك وهيك، يعني خليكي بالبيت، بمعنى انه تنحبسي بهالبيت. في مجتمعنا دائما المرأة فرص عملها تكون قليلة، هي مش لأنه فرص عملها دائما تكون قليلة، بسبب المجتمع اللي احنا فيه ممكن، يعني دائما بحكموها بعادات، أو أنه مثلا المرأة خلقت لأنه تكون ست بيت في بيتها. برافو، الزواج المبكر للأنثى، برأيكم هل الزواج المبكر للأنثى هل يعتبر هو من الظواهر اللي بتشكل عنف على الأنثى ولا لا؟ لي 4 سنين طالعة من المدرسة وما بشتغل وما كملت دراسة، وسجلت بهاي الدورة عشان أدور على فرصة عمل جديدة وأبني حالي وأكمل دراستي. هسه لقدام إن شاء الله راح أكمل توظيف، راح أتوظف على مبدأ وعلى المهارات اللي اكتسبناها من المدربين تبعونا. اتفقنا إنه مقابلة العمل كثير مهمة، هنالك استعدادات لازم نجهز حالنا إلها قبل مقابلة العمل، واستعدادات أثناء مقابلة. بنت دائماً إحنا في مجتمعاتنا هي بنت ضعيفة، أو ممكن بيوم من الأيام يجور عليها الزمن فيكون معها وظيفة أو مهنة خاصة فيها، يعني لو كانت في البيت ما عندها وظيفة حكومية تقدر هي تساعد نفسها تعيل نفسها حتى لو بيوم من الأيام الناس تخلت عنها. سمعت عن هاي الدورة وحبيت سجل فيها لأن سمعت إنها كتير بتعطي تتيح فرص عمل كتير للبنات، وطرحت كتير من المواضيع منهم مهارات حياتية وعن العنف، فحبيت شارك فيها. بعد هاي الدورة يعني إن شاء الله رح أشتغل خياطة بمصنع، رح أغطي تكاليف دراستي، رح أدرس، رح أبلش حتى يعني من مرحلة ما أنا طلعت من التوجيهي، ورح بعديها رح إن شاء الله أفوت على الجامعة ورح أدرس ورح أكون محامية وأنفع كتير ناس، ما أخلي حدا ينظلم وأساعد الجميع أكيد زي ما أنا وجدت ناس ساعدوني هون. بصراحة لحد الآن حسيت بتطوير، يعني إنه خلص إنه هاي البنت صغيرة كبرت اللي انتم مفكرينها صغيرة. العمل والتعليم، وانا لمست هذا من اهتمام البنات، هم شابات صغيرات كلهم معولين وبانين امال كبيرة 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 على موضوع انه نشتغل.